كسور النهاية البعيدة للكعبرة كسور أسفل الساعد. يتكون الساعد من عظمين، عظم الزند على جانب الإصبع الصغير البنصر وعظم الكعبرة على جانب الإبهام. يسمى الجزء النهائي للكعبرة من جهة الرسغ بالنهاية البعيدة. يتكون مفصل الرسغ من الكعبرة ومجموعة من أربعة عظام صغيرة في الرسغ تعرف مجتمعة باسم الصف الرسغي القريب. يعتبر هذا المفصل مسؤولا بشكل أساسي عن حركة اليد في مستويات متعددة، بما في ذلك حركات السني الظهري والراحي والحركات الجانبية والحركات الدورانية. تتمفصل النهاية البعيدة للكعبرة بشكل أساسي مع العظمين الزورقي والهلالي، ويدعى هذا المفصل باسم مفصل الرسغ الخاصة. السطح المفصلي للكعبرة مقعر، ويتضمن وجهين مفصليين ينفصلان عن بعضهما ببروز خفيف من الأمام للخلف. هذان الوجهان هما الحفرة الزورقية والحفرة الهلالية، وهي على تمفصل مباشر مع عظام الرسغ المقابلة الزورقي والهلالي. الناتي الإبري للكعبرة هو نتوء عظمي على الجانب الخارجي الوحشي للنهاية البعيدة لعظم الكعبرة. عندما ينكسر عظم الكعبرة من جهة الرسغ يطلق عليه كسر النهاية البعيدة للكعبرة، وهو شائع للغاية وأكثر حدوثا عند الإناث كبار السن والذكور الشباب. الأسباب وعوامل الخطر: يحدث الكسر عادة بسبب السقوط على يد ممدودة أو مسنية. يمكن أن يحدث أيضا نتيجة رد مباشر، سواء في حادث سيارة أو حادث دراجة أو حادث تزلج أو أي نشاط رياضي آخر. بسبب ترقق العظام يزداد خطر الإصابة بهذه الكسور مع تقدم العمر، حتى في حال السقوط الخفيف، حيث يميل الأفراد الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر إلى الإصابة بهذه الكسور أكثر من غيرهم. ومع ذلك فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عاما معرضون أيضا لهذه الكسور. الأعراض: ألم فوري وحاد في الرسغ لحظة السقوط أو وقوع الحادث، مصحوبا أحيانا بصوت أو إحساس طقطقة، خدر وعدم القدرة على تحريك الرسغ أو اليد، انتفاخ وألم في المعصم والذي يبدأ على الفور ويزداد سوءا مع الوقت، تشوه في الساعد أو الرسغ. النوع الأكثر شيوعا لكسور النهاية البعيدة للكعبرة هو كسر كوليس، والذي ينتج عنه علامة مميزة جدا تعرف باسم تشوه الشوكة. عند النظر إليه من الجانب يبدو المعصم كأنه شوكة مقلوبة. كدمات في الرسغ أو الساعد. التشخيص: سيطلب الطبيب من المريض وصفا للأعراض وكيف بدأت وما الذي سببها. سيفحص الرسغ والساعد، وقد يحرك أيضا الرسغ أو يطلب من المريض أداء حركات معينة في اليد أو الرسغ إذا كان قادرا على ذلك. سيحتاج الطبيب أشعة سينية بسيطة للرسغ لتأكيد التشخيص. يمكن تحديد ثلاث قياسات مهمة باستخدام الأشعة السينية، غالبا ما تكون غير طبيعية عند وجود كسر في النهاية البعيدة للكعبرة، وهي الميل الكعبري. إنه قياس ميل الكعبرة نحو عظم الزند على الصورة الأمامية الخلفية، وهو الزاوية بين خط عمودي على المحور الطولي للكعبرة وخط مرسوم من الطرف البعيد للناتي الإبري للكعبرة إلى الحافة الأنسية للسطح المفصلي للكعبرة. تقيس عادة من 21 إلى 25 درجة. الميلان الراحي، وهو الزاوية بين الخط المرسوم بين أبعد نقطتين للحواف الظهرية والراحية للكعبرة على الصورة الجانبية الحقيقية والخط المرسوم بشكل عمودي على المحور الطولي للكعبرة. تقيس عادة من 11 إلى 12 درجة راحيا. الارتفاع الكعبري، وهو المسافة بين خط مرسوم عند طرف الناتي الإبري للكعبرة عموديا على المحور الطولي للكعبرة والخط العمودي الثاني عند مستوى السطح المفصلي البعيد لرأس الزند، عادة 11 إلى 12 ملم. في بعض الحالات خاصة في كسور داخل المفصل، قد يطلب الطبيب إجراء تصوير طبقي محوري سي تي سكان، والذي يوفر صورا ثلاثية الأبعاد للعظم المكسور، مما يساعد في رسم خطة العلاج الجراحي. التصنيف: يساعد التصوير الشعاعي أيضا في تحديد تصنيف كسر النهاية البعيدة للكعبرة. تحديد طبيعة الكسر مهم جدا في اختيار طريقة العلاج. الكسور المتبدلة والكسور غير المتبدلة، يدل هذان المصطلحان على ما إذا كانت العظام أو القطع المكسورة قد تحركت بعيدا عن مكانها أو لا تزال في مكانها. الكسر الذي لا يمتد إلى المفصل يسمى كسر خارج المفصل. النوعان البارزان من كسور خارج المفصل هما كسر كوليس، وهو كسر في النهاية البعيدة للكعبرة على بعد 2 سنتيمتر تقريبا عن السطح المفصلي، مع انزياح ظهري للقطعة البعيدة. إنه النمط الأكثر شيوعا لكسور الرسغ، حيث يمثل 90% من جميع كسور النهاية البعيدة للكعبرة. كسر سميث الأقل شيوعا، وهو عكس كسر كوليس، وقد ينتج عن السقوط على الرسغ المسني، عادة ما ينزاح الجزء البعيد إلى الأسفل بجهة راحة اليد. الكسر الذي يمتد إلى مفصل الرسغ يسمى كسر داخل المفصل. الكسر داخل المفصل الأكثر شيوعا هو كسر بارتون، وهو كسر في المستوى الإكليلي للكعبرة يمتد إلى المفصل،
يمكن وصف كسر بارتون على أنه راحي أو ظهري، اعتماداً على ما إذا كانت الحافة الراحية أو الظهرية الكعبرة هي المكسورة، وعادة ما يكون هناك خلل جزئي أو كامل للمفصل باتجاه الجزء المكسور. كسر السائق وهو كسر داخل المفصل الناتئ الإبري للكعبرة. كسر دايبانش وهو كسر انخسافي في الحفرة الهلالية للسطح المفصلي للنهاية البعيدة للكعبرة. عندما ينكسر العظم إلى أكثر من قطعتين يدعى كسراً مفتتاً. يحدث كسر الغصن النظير عندما ينحني العظم بدلا من أن ينكسر تماما إلى قطعة منفصلة. يبدو الكسر مشابها لما يحدث عندما تحاول كسر فرع صغير أخضر للشجرة. تحدث معظم كسور الغصن النظير عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات. عندما يخترق العظم المكسور الجلد يطلق عليه كسر مفتوح. تتطلب هذه الأنواع من الكسور عناية طبية فورية بسبب خطر الإصابة بالعدوى. العلاج: مجرد أن يأخذ الطبيب بعين الاعتبار عوامل مثل العمر ومستوى نشاط المريض وطبيعة الكسر، يمكنه تحديد ما إذا كان الكسر يمكن علاجه دون الجراحة أو يتطلب جراحة. يتطلب العلاج غير الجراحي معايير قبول الكسر، وهي الارتفاع الكعبري، قصر أقل من 5 ملم، الميل الكعبري، تغير أقل من 5 درجات، ستيب على السطح المفصلي أقل من 2 ملم، ميلان ظهري أقل من 5 درجات أو ميلان في حدود 20 درجة عن ميلان الكعبرة البعيدة المقابلة. إذا كان الكسر في وضع مقبول، يتم ببساطة وضع جبيرة أو جهاز جبسي حتى يندم العظم تماما. يجب أن تخضع الكسور المتبدلة لعملية رد مغلق في محاولة لتحقيق رد تشريحي أو مقبول. يمكن استخدام تقنيات مختلفة، ولكن جميعها تنطوي على إجراء الشد والمنابلة الكافيين. يعتبر التخدير أو التسكين مناسبين كالتركين أو التخدير بحقن المخدر ضمن التجمع الدموي حول بؤرة الكسر ضروريين لإجراء الرد المغلق. بمجرد أن يتم رد الكسر بشكل صحيح، يتم وضع الرسغ في جهاز جبسي فوق المرفق أو جبيرة لإبقائه في مكانه أثناء الاندمال. يمكن استخدام الجبيرة مبدئيا حتى يخف التورم. يجب إجراء صور شعاعية بعد الرد لتقييم جودة الرد، ثم تكرر الصور بعد 3 أيام، ثم أسبوع واحد للتحقق من عدم التبدل. إذا تم الحفاظ على الرد، يمكن تحويل الجبيرة إلى جهاز جبسي والتثبيت إجمالي مدة 6 أسابيع. في حالة عدم استيفاء المعايير المقبولة، أو إذا لم يتم الحفاظ على الرد ولم يعد مقبولاً، ينصح بالرد الجراحي. الهدف من العلاج الجراحي هو تحقيق رد مقبول وتثبيت كافي بهدف التحريك الباكر. هناك عدة طرق مختلفة للتثبيت، بما في ذلك الأسياخ، المثبتات الخارجية، الصفائح الظهرية، الصفائح الراحية، أو أي مشاركة بين هذه التقنيات. يفيد التثبيت بأسياخ عبر الجلد في حالات الكسور خارج المفصل والتي يكون فيها القشر الراحي ثابت. غير مقبول أن يتم هذا الإجراء بحال تفتت القشر الراحي للكعبرة، وبالتالي الكسر غير ثابت، حيث لا يوجد تثبيت عظمي كافي للحفاظ على الرد. ستتم إزالة الأسياخ في غضون أسابيع قليلة، بمجرد أن يحدث اندمال كافي للكسر أو تتم إزالة الجبس. عادة ما يكون الرد المفتوح والتثبيت الداخلي بصفيحة وبراغي ضروريا للكسور داخل المفصل المتبدلة أكثر من 2 ملم، وكسور بارتون، وكسور دايبانش، وفي حالات الترقق العظمي الشديد، أو التفتت الراحي أو الظهري، والكسور خارج المفصل المفتتة والمتبدلة، وإذا ظلت صور شعاعية قبل الرد على عدم الثباتية. يستخدم التثبيت الخارجي في الكسور المفتوحة والكسور شديدة التفتت أو للمرضى غير المستقرين طبيا وغير القادرين على الخضوع لعملية طويلة. عادة ما يتم مشاركته مع التثبيت بأسياخ عن طريق الجلد. سيوضع الرسغ في جبيرة لمدة 10 أيام حتى يخف الألم والتورم. من الضروري تحديد مدة التثبيت الخارجي بحد أقصى من أسابيع، وإجراء علاج مكثف لليدين للحفاظ على مجال حركة اليد. التعافي: يعاني جميع المرضى تقريبا من بعض اليبوسة في مفصل الرسغ. ستتراجع بشكل عام في غضون شهر أو شهرين بعد نزع الجبيرة أو بعد الجراحة، ويستمر التحسن لمدة 2 على الأقل. سيتم التحويل إلى العلاج الطبيعي لمساعدة المرضى على استعادة مجال الحركة وتقليل التورم واستعادة القوة. يجب أن يكون رسغ والذراع جاهزين لمعظم الأنشطة خلال 8 إلى 10 أسابيع بعد إزالة الجبس أو بعد الجراحة. بعد حوالي 3 إلى 6 أشهر يمكن لمعظم المرضى استئناف استخدام المعصم أو الذراع بالنشاطات الأشد وممارسة الرياضة. يستغرق التعافي الكامل لكسر النهاية البعيدة للكعبرة حوالي 1 عام تقريبا. المضاعفات المحتملة: قد يكون الألم المستمر علامة على متلازمة الألم الناحي المركب،
أو ما يسمى بالحسل الانعكاس الودي أو تنازل سوديك، والذي يجب معالجته باستخدام الأدوية والعلاج الطبيعي أو الحصار العصبي. الاندمال المعيب والتشوه الدائم يمكن علاجه عن طريق قطع العظم التصحيحي لاندمال العظم المعيب. أزيد الأوتار بسبب الصفيحة الداخلية، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية ثانية لتصحيح هذه المشكلة. التهاب مفصل رسغ التنكسي التالي للرد، خاصة مع الكسور داخل المفصل. ألم يبوسة متبقية ومزمنة. انضغاط العصب الناصف هو أكثر حدوثا عند المرضى مع اندمال معيب كبير. عدوى مدخل الأسياخ أو الشق الجراحي.